شوارعك يا بلادنا المعمورة. لو 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 لا لي لو 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 لا لي الله محيي شوارعك يا بلادنا المعمورة. كل يلي ابتدى نهاره معنا نهار جديد رح نبدأ معكم بكتير من التفاؤل والأمل. إن شاء الله يا رب هالنهار يحمل بين صفحاته كتير من الخير لكم. مشوارنا الصباحي لليوم ابتدى بأول نهار أسبوع بطاقة أكيد كبيرة بعد عطلة أسبوعية رح تكون بداية جديدة لأعمالكم ودراستكم. اليوم صباحنا كتير من الأخبار من سوريا وأيضا من العالم، وأكيد مواضيع رح تكون محطات نتوقف فيها مع ضيوف واختصاصيين لحتى يكون عنا إجابة لكل علامة استفهام تكونت ببالكم. عن جديد صباح الأمل لحراس الأمل أبطال الجيش العربي السوري، وبدي صبح عليك فرح. يسعد صباحك. صباح الخير إليك سلمى، وصباح جديد، صباح إن شاء الله يكون بداية تحمل معها كل الأمل لحياتكم ولكل يلي عم يتحضر لجامعته أو أعماله. كونوا على استعداد لتعيشوا يومكم بطاقة كبيرة من الأمل والتفاؤل. أكيد صباحنا اليوم رح يبقى بيحمل التحية لكل جندي سوري موجود ليحمي الحياة ويرسم المستقبل لإلنا. لحتى نعرف شو محطاتنا لليوم فاصل صغير ونبدأ مشوارنا برفقتكم. فرح مثل عادة بداية جولتنا لليوم مجموعة من الأخبار المنوعة رح نبدأ مع خبر ممكن يفرح كل يلي عم يجهز للارتباط والزواج قريبا. فدراستنا العلمية لليوم أثبتت نتائجها بأن المتزوجون بيتمتعوا بصحة أفضل من العزاب أو المطلقين. وبيقول الخبر أيضا بتفاصيله أنه حسب تجارب أجراها باحثون على مستوى هرمون كورتيزول اللي بيفرزه الجسم عند التوتر، وشارك بالتجربة أكثر من 572 رجل وأمرأة تتراوح أعمارهم ما بين 21 إلى 55 عاما. وأثبتت النتائج بأن مستويات الكورتيزول تنخفض بوتيرة عند المتزوجين، الأمر الذي يؤدي إلى فوائد صحية من بينها الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب وإطالة العمر بين مرضى السرطان. ويعود الفضل بذلك إلى العلاقة الزوجية نفسها التي أيضا تساهم بحسب الدراسة بالحد من التوتر. يعني سلمى هذا خبر مثل ما قلنا ببدايته هو ممكن يسعد الكثير من المتزوجين، فبالاضافه للعلاقه الزوجيه اللي هي فعلا يمكن تسبب باطاله العمر والحمايه بكثير من الامراض وارتفاع معدل نسبه الكورتيزول، ايضا فيها علاقه انسانيه، في الانسان ممكن ما يشعر بالوحده، يشعر دائما انه في مين بيسانده بالافراح وبالاتراح ويشاركه بكل تفاصيل الحياه. يعني هي يمكن الدراسه ممكن تسعد السيدات، ولما الرجال فهنا بيعتبروا انه زواجه هو
نهاية مرحلة من حياتهم، فبنقول لهم لا لسه في كتير، وبالعكس الارتباط هو بيطيل العمر ما بيقصره. خلينا نروح سلمى لخبرنا الثاني، شو بيقول خبرنا؟ رح نبقى التاني. بعالم صحة فرح، فيبدو أيضا أنه الهواتف الذكية أحدثت ثورة في تشخيص وعلاج الأمراض، وذلك بفضل بعض الإضافات والتطبيقات الطبية التي تجعل الهاتف أحد الأجهزة الطبية. وبحسب أطباء فأنه يمكن للهواتف قياس عدد خطوات وعدد سعرات الحرارة وقياس أيضا دقات القلب، كما أنه يمكن أن تصبح أدوات فعالة في تشخيص المرض، ويمكن استخدام الميكروفون داخل الهاتف في تشخيص الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن. وأيضا يبدو أن فوائد الهواتف الذكية كأجهزة طبية لم تقف عند هذا الحد، حيث يمكن اعتماد الكاميرا والفلاش لتشخيص أمراض الدم، بما في ذلك أيضا نقص الحديد وفي الدم دون استخدام الإبرة، مثل ما عم نتابع مع بعض بهالفيديو. وبالوقت اللي وصلت تكاليف الدراسة السريرية إلى مبالغ عالية جدا مع الغلاء الاقتصادي الحاصل، يمكن للهواتف الذكية اليوم إجراء الدراسات استنادا للمعلومات التي تقدمها هذه الهواتف عن مستخدميها أولا بأول، وبتكاليف متدنية جدا. أكيد فرح، خبرنا التالي بيحكي عن مشهد يومي بيصادفنا. فيومياً وخلال مشوارنا بيكون شرطي المرور هو علامة بارزة بالمشهد الصباحي وبكل شارع بنشوفه، ولكن مع كل إشارة مرورية أكيد لتنظيم حركة السير بالشكل الصحيح. لكن اليوم بالصين يبدو أنه شرطي المرور أصبح ذكرى، أو لح يصبح ذكرى مع ظهور أول ريبورت شرطي بقاعات الانتظار بمحطات السكك الحديدية. كيف شكل هالروبوت الشرطي وآلية عمله؟ رح نتعرف عليها بالفيديو التالي. اليوم في فقرتنا المنوعة شفنا إضاءة على قسم كبير من الجانب التكنولوجي، فخاصة الهواتف الذكية، واليوم قد صار استخدامها كتير كبير وبين الفئات العمرية كافة. وقبل شوي كمان شفنا شرطي المرور لكن بحلة جديدة وهي الروبوت. فدايما نحن بنتمنى أنه تكون تكنولوجيا لخدمة الإنسانية. أكيد فرح، وإن شاء الله يمكن هذا الشرطي بيقدر يعمل شيء، بس أنه مع بعض الأشخاص اللي هنا متعودين على أنه هيك يصبحوا بطريقة معينة على شرطي ما رح يمشي الحال هالمرة. أكيد مع الروبوت سلمى، ونبقى عالم الغرابة ومجموعة من المعلومات اللي ممكن نتعرف عليها لأول مرة مع بعض، وفقرة هل تعلم؟ معلومات كتيرة ممكن تمر بيومنا ومنحب نستذكرها، ومعلومات كتيرة ممكن نجهلها ومنحب نتعرف عليها. هل تعلم بأنه مع مرور الزمن يتخلى الإنسان عن أشياء كثيرة كانت محور حياته، سواء الأحلام أو الأشخاص وحتى العلاقات؟ وهل تعلم بأن الأشخاص الذين يلتقطون صور السيلفي بكثرة يرى نفسه أجمل مما هو عليه في الواقع؟ وهل تعلم بأنه كلما زادت أوقات الصمت بينك وبين الصديق دل ذلك على قوة العلاقة؟ وأيضاً هل تعلم بأن الجوع يحفز التركيز والانتباه والذاكرة، وذلك بحسب دراسة علمية؟ وبكل يوم حدث جديد بيسجل بحياتنا، ويمكن مع الوقت بيصير حكاية اليوم. سوا رح نتعرف على أبرز هي الأحداث يلي صارت بمثل هاليوم بالتقرير التالي.
لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يترك بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر دون أي أثر يذكر. ففي مثل هذا اليوم من عام 1797 إنجلترا تطلق أول عملة ورقية في العالم، وفي عام 1815 نابليون بونابرت يهرب من منفاه بجزيرة ألبا، عرض أول فيلم سينمائي شجرة الدر بطولة آسيا وماري كويني وإخراج أحمد جلال عام 1935. وفي عام 2016 تتويج فيلم فاطمة كأفضل فيلم في الحفل 41 من جائزة سيزار. ومن أبرز الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1725 المخترع الفرنسي جوزيف كونيو، الأديب الفرنسي فيكتور هوغو عام 1802، عالم الكيمياء الإيطالي جوليو ناتا عام 1903، الممثل اللبناني شوشو عام 1939. ومن أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1969 الفيلسوف الألماني كارل ياسبرس. صباحنا للسب أوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعات القادمة على أحداث بتغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. من منا ما شكلت رواية البؤساء محطة بذاكرته وكتاب ترك بصمة بحياته. اليوم أكيد رح نتعرف سوا على صاحب هيئة الرائعة بعالم الأدب الأديب والشعر الروائي فيكتور هوغو، أبرز محطات من حياته منتابع مع بعض. فيكتور هوغو أديب وشاعر وروائي فرنسي، يعتبر من أبرز أدباء فرنسا في الحقبة الرومانية، حيث ترجمت أعماله إلى أغلب اللغات واشتهر حول العالم، كما طبعت صورته على الفرنك الفرنسي. ولد هوغو في بيزنسون عام 1802 وسط جو عائلي يعاني العديد من المشاكل، إلا أن والداه لم ينفصلا رسمياً حتى بلغ هوغو 16 من عمره. أخذته والدته للعيش معها في باريس، فأحب فيكتور مدينة باريس وأطلق عليها اسم المكان الذي ولدت فيه روحي. تلقى فيكتور هوغو تعليماً جيداً في الأدب اللاتيني ودرس الحقوق لينثر أول ديوان شعري تحت عنوان أناشيداً وقصائد متنوعة، والذي لقي ترحيباً جيداً. استمر هوغو بكتابة النثر والشعر والدراما، واشتهر كأحد الكتاب الشباب الذين أطلقوا على أنفسهم الكتاب الرومانسيين. كان هوغو طوال حياته رافضاً لعقوبة الإعدام، حيث عبر عن موقفه في أعماله الأدبية وكتاباته الأخرى. وفي شهر آذار عام 1831 نشر روايته الشهيرة أحدب نوتردام، التي وضحت موقفه الرافض لعقوبة الإعدام، والتي لاقت نجاحاً كبيراً منح على أثرها هوغو مكانة هامة في عالم الأدب الفرنسي. وفي عام 1870 نشر هوغو أعمالاً أدبية كثيرة، أهمها رواية البؤساء التي لاقت شهرة واسعة في عالم الأدب. أسس فيكتور هوغو جمعية الأدباء والفنانين العالمية، وأصبح رئيساً فخرياً لها عام 1878. وفي 22 من أيار عام 1885 توفي فيكتور هوغو إثر إصابته بمرض عضال أصاب رئتيه. فرح أولى محطاتنا لليوم من عالم التغذية. مع تقلبات الطقس بين البرودة وأيضا الحرارة بيتأثر جسم الإنسان. بيقولوا أنه النظام الغذائي والصحي ممكن يكون حزام أمان ليقي الشخص من هاي التقلبات. شو هو مواصفات هذا حزام الأمان الناجح اللي بنقدر ببساطة أنه نحافظ فيه على صحتنا؟ رح نتعرف عليه أكيد مع خبيرة التغذية ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة إيفانا اليوسف. صباحك. صباحك.
صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما قالت سلمى، هو الحزام حزام الامان، لكن بلا ما يصير حزام ناسف سلمى خلينا نتعرف سوا اليوم بهذا الطقس الجديد. كلياتنا مبسوطين، كان قربت الصيفيه ومبلش يتفى الجو شوي، لكن كمان له مساوئ كثير مننا ما بيعرفها. خلينا نحكي عن تقلبات الطقس وابرز النقاط السلبيه اللي ممكن تخلفها على جسمنا. تمام. هلا بشكل عام اكثر الامراض اللي ممكن هلا نصابها بسبب من الانتقال من البروده للدفى اللي هي حساسيه، الامراض الجهاز التنفسي، ممكن امراض الجهاز المعوي والمعدي، يصير عند الناس اللي عندها ربو هلا تبلش تزيد عندها حساسيه الربو او نوبات الربو. مشان هيك في مجموعه من الاكل لازم يتناولوها وياكدوا عليها لحتى يحموا الجهاز الهضمي تبعهم والجهاز التنفسي وبنفس الوقت او الجهاز المناعي تبعهم. هلا شو هي المجموعة الأغذية؟ هي مجموعة فيتامينات بنلاقيها بالمصادر الغذائية، فمن أهمها مثلا عندك الأوميغا 3 اللي هي بالأسماك. هالأوميغا 3 لازم دائما نتناولها، ليش؟ بتقوي لنا الجهاز المناعي تبعنا. بهذا الشيء لما نحن بنقوي الجهاز المناعي نحن حمينا كل أعضاء الجسم من الأمراض أو الالتهابات اللي ممكن تصيبنا خلال هالانتقالات. ممكن كمان عندك لازم كثير نظامنا الغذائي يكون موجود فيه الفواكه، الخضار، الالياف، إلى دور كثير كبير من الربو، تحمي من الحساسيه، وبنفس الوقت بتخلي الجهاز الهضمي والامتصاص الغذاء بيكون افضل. لازم يكون عندنا اللحوم، الاسماك، حتى البيض. مثلا عندك نقص الكالسيوم بنظامنا الغذائي بيؤدي انه العضلات او الشعب الهوائيه بتصير حساسه كثير، فما بتقدر تصمد قدام اي مرض، بصير عندنا التهابات بالشعب الهوائيه. مشان كثير لازم نحن ناكد على الكالسيوم بالحليب وبالاجبان والالبان. وفي عندنا باكد المي كمان، هي دائما بمقابلاتي بقولها انه المي لازم دائما نحن نشرب مي كثير خصوصيا بهالفترات عشان ما تصير الرئه عندنا جفاف. اذا صار عندنا جفاف بالرئتين او بالقصبات بصير عندنا وقتها نحن امراض جهاز تنفسي، وبنفس الوقت اللي عنده امساك اللي عنده امراض جهاز الهضمي ممتاز المي له. طيب دكتورة، عادة يعني الأشخاص بيتبعوا هاي الحمية اللي هنن أو خلينا نقول نظام غذائي هنن بيعرفوا أو متعودين عليه، فمثلا أنه بيقولك كل تفاحة الصبح، تفاحة مفيدة كذا، موزة. في بعض الأشخاص اللي بيعانوا أمراض مثل السكري وإلى ذلك، شو هو خلينا نقول الأكلات أو الأغذية اللي ممكن يأكلوها وما بتأثر على أمراضهم؟ هلا بشكل عام اخر دراسات شخص اللي معه السكري بيقدر يتناول كل شيء، بس اولا بده يرتبط مع الانسولين اللي عم بياخده، مع منظمات السكري اللي عم ياخده حسب انه تايب هو النوع من السكري او قديش المرحله، اذا كان هو سيفير او مانو سيفير يعني حاد او لا. طبعا باشراف اخصائي تغذيه واشراف طبيب الغدد تبعه. فهو مثل ما قلنا بده يفطر يتغدى ويتعشى، ولازم كل ساعتين ثلاث ساعات يتناول الطعام. الكربوهيدرات عندهم بتاثر عليهم، لازم دائما يكون في حد معين من الكربوهيدرات اللي يتناولوا، برجع باكد حسب المستوى الليفل تبع السكري تبعه. فبهذا مثلا الفواكه بيقدر يتناولها، حتى الحلو بيقدر يتناوله بكميات خفيفه وقليله. حكينا شوي عن مرضى السكري، كمان الاضطرابات الهضمية والمعوية كثير من الناس بيعانوا منها وبتسبب لهم مشاكل، يمكن الطقس له علاقة، يمكن كمان نوعية الأغذية مثل ما حكينا، كمان شو في نصائح ممكن تفضلي؟ هلا أكثر شيء مثل ما قلتي حضرتك نوعية الأغذية بتأثر، فعندك مثلا البريبيوتيك هي بكتيريا بتوجد بالألبان، كثير مفيدة للأشخاص اللي معهم مشاكل الجهاز الهضمي أو الأمعاء أو المعدة، بتسهل عملية الهضم. في عندك الموز كثير مفيد بسبب انه هو اصلا مضاد التهاب معوي ومعدي، وبنفس الوقت الالياف الموجوده فيه هي طارده للبراز من المعده للامعاء ومن الامعاء لخارج الجسم. عندك مثلا المي اكيد بتحسن امتصاص وبتخلي الشخص يطلع، اي اشخاص اللي عندهم امساك، وهي اصلا طارده للسموم. ممكن عندنا كمان الزنجبيل، كثير ناس بتسال عنه الزنجبيل، يوم يومنا بيستخدموه كبهارات او بيشربوه، كتير مفيد انه للاشخاص اللي عندهم وجع بالمعده بيلين هذا الوجع بخففه، واذا عندهم كمان امساك. عندنا القرفه للاشخاص اللي بتصير معهم حرقه او الاشخاص حتى اللي عندهم امساك وعندهم مشاكل بجهاز المعده كمان بتمشي لهم اياها وبتحل لهم اياها. عندنا مثلا الفلفل الاسود، ماده البيبرين، مشان هيك وجاي بيبر بالانجليزي، هاي الماده الموجوده فيه هيك بتزيد عصارات المعدة، بصير عندنا ازدياد للامتصاص المواد وفي هضم بصير أحسن. عندنا كمان الألياف والخضار والفواكه، طبعا أول شيء بناخذ الفيتامينات اللي بحاجة إلى الجهاز الهضمي وبتسرع بعملية الهضم.
في كمان الشاي الأخضر منيح كمضاد أكسدة. عندك السبانغ، فيه السبانغ ألياف بتنحل بشكل سريع وبتخلي أي مشاكل للجهاز الهضمي إنها تنحل. الرياضة كتير مفيدة للجهاز الهضمي، بتزيد من تدفق الدم، بيصير بيروح الدم كله على الهضم، بيصير عندنا هضم أفضل. وأهم شيء إنه بتبعد عن العصبية والتوتر، لأنه عندك هون الإفرازات أو هرمونات التوتر بتأثر كتير على عمل الجهاز الهضمي. طيب دكتورة إيفانا، خلينا نحكي كمان يمكن في شيء ممكن الناس تبتعد عنه، يعني خصوصا بتقلبات الطقس أو في أكلات معينة أو في شيء كمان يفضل أنه نبتعد عنها لحتى ما تكون مضرة للجسم؟ أهم شيء طبعا منبهات كتير بدنا نخفف منها، لأنه كتير بتعمل استرس، بتعمل الحرقة، بتعمل الحمضة. بتضايق كتير الأشخاص اللي معهم مشاكل بالجهاز الهضمي أو حساسين لهذا الشيء. نبتعد لازم النوم مثلا، انا كثير باكد انه 8 ساعات على القليل الواحد ينام. يكثروا كثير من الالياف والفواكه والخضار، يبتعدوا عن المقالي، ممكن تعمل لهم حرقه، يصير عندنا سنه تخمه. الاشخاص اللي ممكن عندهم نفخه بيقولوا لك او غازات، فين يشربوا كمون او مثلا حتى الزنجبيل او القرفه، هاي بتفيدهم. بشكل عام يتناولوا كل شيء، حتى الخبز ما يمتنعوا عنه بس بكميات معينة حسب كل شخص والسعرات الحرارية اللي بحاجة إليها خلال اليوم. نعم، نرجع شوي كمان للرياضة. يمكن دائما أول نصيحة أي طبيب أو أي أخصائي تغذية بينصح بالرياضة دائما، في رياضة معينة ممكن بتناسب بعض السيدات أو حتى الرجال، أو رياضة ممكن نحن نمارسها بشكل دائم بدون أي انقطاع؟ هلا بشكل عام، هلا بما انه بلش يتفجوا بفضل انه الشخص يمشي. هي المشي هو الافضل شيء للرياضات. هلا الرياضه الاساسيه عندك السباحه، عندك كره السله هي بالتواتر، بيجيك المشي، بعدين الايروبيك وبعدين الاجهزه. فلازم دائما كل يوم يكون اقل شيء عندهم ساعه من الجهد العضلي، لانه اول نص ساعه هي عباره عن حرق جلوكوز سكر، بنبلش حرق الشحوم بعد هالنص ساعه. عشان هيك الأشخاص مثل ما قلنا دائما لازم يكون ساعة باليوم جهد، سواء مشي، حتى ربات المنزل إذا ما بيقدروا ما عندهم وقت إنه يطلعوا يلعبوا رياضة، ممكن خلال الجهد أو التنظيف أو الشغل بالعمل، العمل بالبيت، ممكن إنه هن بساعة إنه يعملوا حرق سعرات حرارية وبيحفزوا أصلا الدورة الدموية تبعهم. ممكن مثلا يطلعوا على الدرج، يصفوا سيارتهم، بعيدها للأشخاص اللي ما عندهم وقت. أما بشكل عام أهم أحسن رياضة هي المشي. طيب دكتورة، بعض الدراسات بتقول أنه يفضل عدم مثلا تناول الفواكه بعد وجبة الغداء مباشرة لأنها ممكن تأثر على عملية الهضم، شو رأيك وشو هي الأوقات اللي الواحد لازم يقسم فيها هاي خلينا نقول الحصة الغذائية سواء من الفواكه أو الخضروات؟ تمام، صحيح هاي الدراسات، لأنه بتصير الهضم أو الجهاز الغذائي بيكون متعود أنه بده يأكل هلأ هاي العناصر الغذائية، فلما بده يجي الفواكه بدنا نزيد عليها العناصر الغذائية، حيصير في عنا صعوبة بالهضم، صعوبة بامتصاص كسال، وحتى ما رح ناخد فائدة الفواكه بشكل كامل. يفضل بعد ساعتين لثلاث ساعات من كل وجبة مثلا نفطر، بعد ساعتين ناكل ناخذ قطعه فواكه، نتغدى بعد ساعتين وثلاث ساعات ناخذ قطعه فواكه، فتعتبر كوجبه خفيفه ومنتعشى. نعم، مع انه عم نحكي عن النظام الغذائي كثير من السيدات عندهم هوس بالوزن المثالي، ممكن يستعيدوا عن كثير من الوجبات الغذائيه او يكون في مكملات لها بفيتامينات او بعناصر ثانيه مثل الحديد وغيره، فدي هذا الشيء ممكن يساعد او يغذي ثلاث وجبات او وجبات كبيره. هلا نحن يفضل طبعا ما في شيء بيغني عن العناصر، انه تفضل انه الفيتامينات تتاخذ من العناصر الغذائيه، لانه الجسم بيمتصها بشكل اكبر من عناصره الغذائيه للفيتامينات والمعادن. مشان هيك دائما لازم نحن نركز على مجموعه الاغذيه الموجوده فيها فيتامينات ومعادن كثيره، اللي هي الخضار، فواكه، الالياف، كل اللحوم والبيض. هلا ممكن بيقولوا لك مثلا طيب نحن بنخاف انه ما نتناول الكميه المحدده اللي لنا خلال اليوم بحاجه لنا للفيتامينات والمعادن، ممكن ندعمها مندعمها بالفيتامينات بالحبوب، بس انه ما ابدا ما بتغني عن العناصر الغذائيه وعن التركيبه بالعناصر الغذائيه. هي بحاجه لوصفه طبيب او ممكن شخص بيعاني مثلا خلينا نقول من فقر الدم ياخذ وجبته الغذائيه ويدعمها مثل ما تفضلتي وحكيتي، ممكن يحتاج لوصفه طبيب دائما؟ لا اكيد بده وصفه طبيب لحتى يصير بالليفل او بالمستوى الطبيعي، الدم تبعه يرجع بشكل طبيعي المستوى تبعه ما يشتغل لحاله، لانه ممكن الزياده تسبب له كمان مشاكل مثل النقصان. نعم، لانه صار ما كثير في اجتهادات للاشخاص. تماما يعني هذا الشيء اللي يمكن بده يخليني اسالك دكتوره، انه غالبا شو اكثر المشاكل اللي بتشوفيها او بيراجعوكي فيها بتكون لها علاقه بسوء تنظيم الغذاء عند الاشخاص؟
مثلا بيقولوا لك نحن ما بناكل بس بنسمن، بيكون عندهم نظام غذائي. هي كثير مشكله كبيره تماماً. في ناس تقول لك انا ما باكل كثير بس انا بسمن كثير، وفي ناس العكس بتاكل ما شاء الله يعني اكثر من 3 أو 4 وجبات وما ببين عليها. حتى هاي 3 أو 4 وجبات اللي بياكلوها بتكون كمان فيها غلط، لحتى انه ما عم يقدروا يسمنوا، بكون هن استقلابهم سريع، فعندهم غذاء مخصص او كميات مخصصه لازم يتناولوها. نفس الشيء للاشخاص بيقول لك نحن ما عم ناكل، تساليهم شو عم تاكلوا تلاقي انه عم ياكلوا كل شيء كله غلط، كله هذا اللي بيسمن وما في شيء ابدا بيساعدكم انكم تنحفوا. نعم، خلينا نحكي اليوم نصائح اخيره بتحبي توجهيها يمكن لكل سيده عم بتشوفنا اليوم لحتى تحافظ على وزن مثالي قدر الامكان وبالوقت نفسه كمان تحافظ على الصحه دائما. تمام. بشكل منيح. 5 وجبات باليوم، 3 وجبات الاساسيه الفطور الغداء العشاء، وجبتين خفيفات ممكن تكون فواكه، زبديد بوشار، قطعه من الشوكولا الداكنه او مكسرات مثلا قبضه. كمان الفطور لازم يكون فيه كل العناصر الغذائيه، الكربوهيدرات، الخضار، البار والاجبان. الغداء يتغدوا كمان لازم دائما يكون فيه سلطات، والعشاء يكون خفيف. المياه لازم يتناول بين 7 كاسات باليوم. ينتبهوا هلا كثير عن الامراض اللي ممكن سواء امراض المعويه والمعديه، لازم تغسيل يدين جيدا، ما يتناولوا بالمطاعم اللي ما نوم متاكدين من نظافتها، لانه بهالوقت هلا بصير عندنا تكاثر بالجراثيم. يخففوا الوجبات الجاهزه والمقالي، ممكن نحن نستعيد عنها بالشوي او مثلا بالفرن. جهد رياضي لازم دائما او عضلي خلال اليوم 3 مرات بالاسبوع ساعة أو كل يوم تقريبا ساعة كمان كمشي، فهيك بيحافظوا على وزنهم المثالي وبيكونوا أخذوا العناصر الغذائية اللي بحاجوا لها وما في شيء ناقصهم. أكيد. بالختام نشكرك دكتورة إيفانا اليوسف على كل النصائح اللي بتعطينا إياها دائما، شكرا كثير لوجودك معنا. أكيد، شكرا كثير لك للنصائح اللي قدمتي لنا. أما هلا مشاهدينا رح ننتقل لمحافظة حلب وخدمات مقدمة للأطفال خصوصا من دعم نفسي واجتماعي وتعليمي، والذي بات اليوم من أهم الخدمات التي يحتاجها أطفالنا ما بعد الحرب التي تعرضوا لها على يد المجموعات الإرهابية المسلحة. تفاصيل أوفى بتقرير مراسلنا أحمد صادق. ضمن دعم المقدم للأطفال في حلب، قام وفد من إدارة جمعية قرى الأطفال SOS في سوريا بزيارة المشاريع التنموية والتعليمية بالتعاون مع مديرية التربية في حلب، حيث تمت زيارة مدرسة صالات جبرين التي تم إعادة ترميمها وتجهيزها من جمعية SOS، إضافة إلى تزويد كافة الطلاب هناك كل ما يلزم من حقائب وقرطاسية. بالنسبة لمشاريع حلب، نحن حاليا في عنا مطبخ بجبرين عم بيغطي بين 12,000 ل15,000 مستفيد يوميا لوجبة غداء. في عنا مركز صديق للطفل، في عم يقدم خدمات ترفيهية وتعليمية وأنشطة، وعم يقدم دعم نفسي اجتماعي. في المدرسة كمان، مدرسة صالات جبرين، عم تغطي 700 طالب. في عنا فريق طبي. أمامنا تحديين إن شاء الله كتير نعتبرهم بالنسبة لنا فاعلين بهال إن شاء الله بهالفترة الحساسة، اللي هن إعادة تأهيل مدرستين بمنطقة إحداهم إحداها بمنطقة السكري، والأخرى في المنطقة أعتقد ميسرون الآن سنراها. أنا جاي على المدرسة عشان أتعلم وأقرأ وأكتب عشان أصير محامي وأدافع عن حقوق الإنسان. تم أيضا خلال الجولة زيارة مشروع مركز صديق الطفل الذي يهدف إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال. نحن هون عم نستهدف الأطفال في منطقة جبرين. عملنا في البداية مسح للأطفال والعائلات موجودة، فتوصلنا لألف طفل موجود هون بحاجة لدعم نفسي، خصوصا بعد الوضع اللي عدت عليه بلادنا سوريا بعد الحرب، ففي كتير أطفال بحاجة لدعم. ففي عنا قاعات هون بتقدم أنشطة دعم نفسي للأطفال، في عنا أنشطة فنية، في عنا أنشطة موسيقى، في عنا قاعة سينما بتم فيها عرض أفلام، خلال الفيلم بتناقش معهم بالقيم الموجودة. عم أتعلم بالقراءة، عم أتعلم باللغة الإنجليزية. أنا أحب مدرستي أنستي وبحب سوريا، وبتمنى أصير بالأيام دكتور. خدمات عدة مقدمة لأطفال حلب ودعم نفسي واجتماعي وتعليمي، والذي بات من أهم الخدمات التي يحتاجها أطفالنا بعد الحرب التي تركت أثرها عليهم بكافة الأصعدة.
أما هلأ فرح فصارت وقت جولتنا الثقافية والبداية من دمشق، حيث أقام المركز الثقافي العربي بأبو رمانة ندوة حوارية بعنوان غنائيات حسام تحسين بيك، وضم مجموعة من الشخصيات الثقافية والفنية. تفاصيل بالتقرير التالي. غنائيات حسام تحسين بيك هو عنوان الندوة الحوارية التي أقيمت في المركز الثقافي أبو رمانة برعاية من وزارة الثقافة، وضمت مجموعة من الشخصيات الثقافية والفنية، واستعرضت الندوة مقاطع غنائية للفنان مع نقاش دار معه عن ماهية هذه المقاطع. أنا عملت عمل اسمه فن سوري بدار الأوبرا، كان السمة تبع العمل أو يعني المطلوب العمل يشرح حالة، الحالة هي أن سوريا فقدت هويتها كأغنية. أنا سميته فن سوري لأنه هو سوري، وعم حاول عيد الشكل أو الهوية السورية من خلال ما قدم على مسرح دار الأوبرا. طبعا تكريم القامات الثقافية والفنية في سوريا هي من أهم أهداف وغايات وزارة الثقافة في هذه الفترة بالذات، وإن كان هذا الهدف من إحداث وزارة الثقافة نشر الثقافة السورية، ومن وسائل نشر الثقافة تكريم القامات الفنية والثقافية في القطر، لكن ازداد أهميتها في هذه الفترة اللي بيتعرض فيها القطر لأزمة بالغة الخطورة. لم يسبق تاريخ سوريا الطويل أن مر بمثل هذه الأزمة، لكي نكرس عناصر الهوية السورية الأصيلة الحقيقية والتي يحاول أعداؤنا تغييرها أو تشويهها أو إدخال عناصر دخيلة عليها بعيدة عن أخلاق وطباع وعادات السوري. أنا كثير مبسوط بهالندوة هي اللي عم تصير، لأنه بالفعل حتى إذا بدي حكيك بصراحة في شغلات كانت تنعرض وتطلع التلفزيون وأنا ما أعرف أساساً أنه هي لشخص اسمه حسام تحسين بيك، وأنا استغرب يعني أنه كنا بحكي مع والدي قال له مين كاتبها هاي، يوم هو يطلع فيني بطريقة غريبة يقول لي ما بتعرف مين كاتب اللي هاي كلماتي والحاني ولو بالله. ففي تقصير شوي من ناحيته على فكرة، هلا بده يعتب علي بهالكلام، بس هو بظن هو مقتنع كمان بهذا الكلام انه هو مقصر بحق حاله. فأنا مبسوط انه صارت هاي الندوة لحتى العالم تعرف مين هو حسام تحسين بيك وشو مقدم وشو عامل وشو التاريخ تبعه. الندوة تناولت الإضاءة على ما قدمته قامة سورية فنية لتكون خطوة تحسب نحو الاهتمام بالشخصيات الفنية وما تقدمه، وأيضا تكريما له. نبقى بأخبار السينما والفن بسوريا، حيث أطلقت المؤسسة العامة للسينما بدمشق العروض الجماهيرية لفيلم عراء السكر سيناريو ديانا فارس وإخراج سهير سرميني. يروي الفيلم على مدار نصف ساعة قصة طفلة مصابة بمتلازمة داون، ويضيء على مرحلة مهمة من حياتها وهي مرحلة البلوغ، إذ تمر بعدة ظروف تتصاعد وتتشابك من خلال أحداث الفيلم. عرائس السكر من بطولة الفنان سلمى المصري، مروى الجابي، لما إبراهيم، نجلاء خمري، عدنان أبو الشامات، غادة بشور، بالإضافة إلى الفنان سامر جابرو الذي يخوض من خلال هذا الفيلم أولى تجاربه التمثيلية. حواليك جمعية 50,000، بس بدي سجل مروى بمدرسة خاصة. بالله ابتسم. أنا خايف آخر عمري يجيني شي ولد عاها. أنا خلفي ما بدي، عندي أولاد والله كافي. كوني خايفة أطلع وإفلات. مين عمل فيكي هيك؟ ودي على أمتي شاب. لا يا عزوري فيكي يا حق. تسلمي ولادك. يا الله يعينك. لك الله يقصف عمري لأرتاح. إذا بدك هيك دراسي بتقطع العرق وبتسيكي دمي. يا رب سيد عالم. أما
مع خبرنا العالمي لليوم، فبينتظروا الملايين حول العالم سينطلق حفل توزيع جوائز العالمي الأوسكار بالسادس والعشرين من شباط الجاري، ويقام الحفل لعام 2017 على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية. ويقدم الحفل لهذا العام الكوميدي والإعلامي جيمي كيمل وعدد من النجوم الفائزين بأوسكار الأعوام الماضية، كما يشهد الحفل حضور كبير لنجوم السينما الأمريكية والعالمية وسط منافسات بين صناع الأفلام السينمائية على كافة المستويات. ومن المتوقع أن يكون حفل توزيع الأوسكار ذو طابع كوميدي استعراضي بجانب العديد من العروض الغنائية للأغاني المرشحة لفئة أفضل أغنية. أما فرح، وبعد ما تابعنا بعض الأخبار الثقافية رح ننتقل هلأ لاستوديو الأخبارية لنتابع آخر الأخبار على الساحة السياسية العربية والعالمية مع زميلتي علا أبو خضر. صباحك علا. يسعد صباحك سلمى، ويسعد صباح كل مشاهدين صباحنا غير. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. وجهت وزارة الخارجية رسالتين للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الهجمات الإرهابية الهمجية التي استهدفت مركزين أمنيين ومناطق مجاورة لهما في مدينة حمص وتسببت باستشهاد وإصابة العشرات. وزارة الخارجية أكدت أن هذه الأعمال الإرهابية الوحشية لن تثني سوريا عن القيام بدورها في مكافحة الإرهاب الذي يمثل تهديدا لجميع السوريين وللأمن والسلم في المنطقة والعالم. وقالت الوزارة في رسالتيها إنه جاءت لحظة الحقيقة التي تثبت تلكؤ المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن في القيام بكل ما يلزم لتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب الذي يتسبب كل يوم في حصد المزيد من أرواح السوريين الأبرياء. أعلن رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى محادثات جنيف الدكتور بشار الجعفري في مؤتمر صحفي عقب جلسة محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ديمستورا أن الحديث تركز حول نقطة واحدة فقط، هي وضع مكافحة الإرهاب كأولوية. وقال الجعفري إن ما حصل في حمص لن يمر مرور الكرام، وهو بالضبط رسالة إرهابية إلى محادثات جنيف ورسالة موجهة إلى المبعوث الأممي والأمم المتحدة وما يسمى بالمجتمع الدولي وكل المشاركين في محادثات جنيف، فما حصل ألقى بظلاله على جنيف، ولذلك العمل الإرهابي في حمص ليس فقط عملا إرهابيا عسكريا وإنما عمل إرهابي سياسي أيضا. وأضاف الجعفري أن هذا هو السبب الرئيسي الذي يحضون إلى وضع بند مكافحة الإرهاب كأولوية على جدول أعمالنا لمحادثات، مؤكدا أن دماء السوريين غالية ومن يسفكها سيدفع الثمن غاليا. وفي وقت لاحق أصدر ستيفان ديمستورا بيانا شديدا أدان فيه بشدة الهجوم الإرهابي المروع في مدينة حمص. وأكد ديمستورا في بيان نشره مكتبه الصحفي أن هذه العملية الإرهابية التي تبناها تنظيم جبهة فتح الشام الإرهابية محاولة لإحباط الحوار السوري في جنيف. ونقلت وكالة رويترز عن مكتب ديمستورا قوله إنه كان من المتوقع أن يحاول المخربون التأثير في مجريات المحادثات، موضحا أنه من مصلحة جميع الأطراف المناهضة للإرهاب والملتزمة بعملية السلام في سوريا عدم السماح بنجاح تلك المحاولات. في خبرنا الأخير، استشهد طفل وأصيب 6 مواطنين جراء استهداف التنظيمات الإرهابية حيي الزهراء والعباسية في حمص بقذائف صاروخية عدة. جماعة بعيدين عن الإنسانية،
أعمال تخريبية إرهابية لا هدف من ورائها إلا الدمار، وإن شاء الله سنبقى صامدين. وهذه ليست أول مرة تحدث بجانبنا انفجارات وقذائف. اجى الصاروخ قلنا بالبيت، وهي قذائف الغدر تبعيتهم، وهي اللي هن ناويين يفرجونا اياها حريتهم، وهي اللي بدهم يوصلوا له. غير الدمار وغير الخراب لهالشعب، ما بدهم اكثر من هيك. انه جماعه الارهابيين اللي عم يوجهوا الصواريخ لهون، يوجهوها على اسرائيل، يوجهوها على محل عم يضر العالم، مو لمحل عم يبني الوطن، عم يبني مجتمع. نحن قاعدين ببيتنا بامان الله، ما في اي سبب لحتى ينزل صاروخ ببيتنا. ومع ذلك، مع كل هالصواريخ اللي نزلت، مع كل هالاضرار اللي صابتنا، نحن الحمد لله رب العالمين صامدين ونحن للوطن، ونحن مقدمين شهيد قبل هلا. ختام الموجز، عودة إلى استوديو صباحنا غير، إليك سلمى. شكرا لك زميلتنا علا من غرفة الأخبار، وأكيد مشاهدينا مستمرين بصباحنا غير ومحطتنا التالية فرحا شون. أكيد سلمى، اليوم عم نحكي عن العلاقات الإنسانية بأرقى صورة ومعانيها، سواء من الصداقة للحب للعلاقات الاجتماعية اللي بتربط بين الأقارب وبين الأصدقاء. فكل شخص بحياتنا هو بحاجة لنصف آخر يكمل معه طموحه وأحلامه وحتى شخصيته. فالزمالة وحتى الحب هي علاقات إنسانية بتجمع بين كل شاب وصبية، لكن كيف ممكن نحافظ على استمرارية هي العلاقات الاجتماعية بصورتها الصحيحة، وكيف ممكن أنه نحافظ عليها كأسلوب حياتي من الصغر؟ هالأمور كلها رح نتعرف عليها أكثر مع لينا صباح، أخصائية بمجال التربية. صباح الخير لينا، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لينا، كيفك؟ صباح الخير سلمى. يعني اليوم عم نحكي هيك عن موضوع يمكن كتير بيشغل بال أي حدا فينا، أنه أنا كيف فيني كون علاقة اجتماعية مع الطرف الآخر بشكل سوي. هلأ سلمى، نحن اليوم حكينا حيكون بعيد عن الجانب العلاجي والطبي والنطقي. هلأ هذا الموضوع كموضوع علاقات هو موضوع أساسي، لأنه نحن بنمشي على مثال أنه الجنة بدون ناس ما بتنداس، على هاي الأمثال اللي نحن كل ما عشنا بنسمعه. تمام، هلأ كوضع أنه نحن شو بنبني علاقات؟ العلاقات هي إذا بنيت صح معناته بنى الجانب النفسي الصحيح في تكوين الإنسان، اللي يعتبر الجانب النفسي من أهم الجوانب، اللي هي إذا كانت بنضج ممتاز وبنضج متوافق مع أسلوب حياة، هي بتؤدي لنوع من أنواع القدرة على تجاوز مصاعب كثيرة. هلأ لما بنمشي نحكي عن العلاقات، نحن إذا بنسمع كلمة علاقات دائما بيروح مفهومنا للعلاقات اللي بتأدي للزواج، علاقات الحب، علاقات تفاهم. أوكي، هلأ كعلاقات صداقة وعلاقات عاطفية لازم تكون مبنية على أساسات كتيرة. هاي الأساسات إذا تم خرق واحد من بنودها ما بيصير في استمرارية بهاي العلاقة. لما بنجي بنحكي عن جانب الصداقة، نحن عنا رفقات كتير، بس نحن أحياناً بنلاحظ إنه ما في ديمومة للصداقة إلا بحالات كتير قليلة، إنه فلان بيقلك إنه أنا عندي صديقي هاد من عمري 4 سنين أو 5 سنين واستمرت العلاقة. شوي ما يعني شوي بعيدة هاي القصة إنه بنسمع. هلأ العلاقات بشكل عام إلها تأثير كتير خاص وكتير حساس على بنية البني آدم. هلأ هي حاجة، أي نوع من أنواع العلاقات هي حاجة، مثل حاجتنا للأكل، حاجتنا للشرب، حاجتنا لكتير أشياء. بس نحن بمجتمعات أحياناً بنلجأ لكبت هاي العلاقات، إنه ما بيصير. تمام، الإنسان بيجي بيكبتها، يعني خلص إنه ما بده يعمل هاي العلاقات. خلينا نحكي عن العلاقات العاطفية، بيكبتها. هلأ هو كبتها بس هي مختفت، ما راحت، هي راحت على مكان ثبتت فيه أو سكنت فيه، إنه خلينا نقول صابت سكينة، بس هي موجودة، هو صار عنده تسكين مؤقت لهذا الشيء، بس هي بدها ترجع تطلع. أوكي، لهيك أحيانا بتلاقي عالم إنه أنا مثلا إذا بدي فوت بعلاقة ارتباط أو علاقة حب أو علاقة زواج، فجأة تعلق بهالبني آدم، تقولي شو إنه بيعرفه من سنين، فبنسمع كلمة كأني بعرفك من سنين كتير. هو لا،
بس هو فجأة طلع هذا الشعور وتغذى بهذا الإنسان. أنا شفتك يا فرحة تعلقت فيكي، خلاص ما عاد فيني أنا كفي بدون فرح، حموت من دون فرح. هاي المصطلحات نسمعها أنا ما فيني أعيش، عم نازع أكيد. هذا لأنه نحن إجا تغذى شي جوعان داخلنا، تغذى فأخذنا هذا الشي وتكمشنا فيه، أنه ساوالنا نوع من الإشباع. يعني لينا خلينا نحكي، أشرتي إشارة بسيطة للمعايير الصحيحة لكل العلاقات باختلاف أنواعها. اليوم كمعايير يمكن ما فينا نحن نحيط فيها كلياتها، لكن كشيء أساسي شو ممكن تكون من علاقات عاطفية، صداقة، عمل إلى آخره؟ تمام. أول شيء رح أحكي هلأ بمختصر، وحأعطي بعض الأمثلة عن شغلات ممكن نحن بنصادفها أو بتجي على عيننا على العيادات أو بنشوفها أو بنسمع قصصها من رفقاتنا. علاقات السليمة بأي نوع من أنواع العلاقات يا جماعة لا نحرق الكروت. يعني نحن أنا بحبك كتير فرح، أمرق بفترات العلاقة الطبيعية، تعارف، بتعرف على الإنسان، تفاهم، أنا عم بفهم هذا الإنسان، أعجب، بعجب بهذا الإنسان، بحبه، خلص بحبه، بعدين إن شاء الله يكلل بالارتباط والزواج، تمام. فنحن إمتى بيصير عنا خرق بالعلاقة وليش بتفشل العلاقة؟ لا تنط. أوكي؟ شفته؟ حموت فيك قبلتك أتجوزك. لا، فهمي خاصة أنه نحن هلأ بحكي بشغلات نحن كتير بتمر معنا، أنه الأنثى بتتأثر جدا. أوكي؟ لا تحرقي، تعرفي على الإنسان شو فيه، أعجبي فيه وكمان، وخلي الصدفة تأخذ مجراها. مو شفته على الفيسبوك بجنن، أوه وين بيشتغل، حروح شوفه، عجبت وزبطت شعري، عملت، لفتت نظره. هذا القصص أنت حتدفعي ثمنه بعدين، لأن خلي كل شيء يمشي بمجرى طبيعي، لا نحرق مسافات. ما في شيء اسمه أنا شفت هذا الإنسان ما عاد فيني أشوفه. يعني خلينا نقول لينا أنت مانك مناصرة لكلمة الحب من أول نظرة. ما في شيء اسمه. رح أحكي عن هذا الموضوع. نحن بنسمع أنه مكسر قلبه، حب من أول نظرة، العيون ذاكرة، القلب ما بينسى. نو أبدا، ما هيك يا جماعة أبدا. مالي من أنصاره. ليش؟ لأنه الضريبة والثمن اللي حيندفع بعدين رح يأثر. رح أحكي هلأ عن المشاكل اللي ممكن تصير معنا إذا لا سمح الله صار في انفصال، أو الإنسان يعني فجأة فقد هذا الإنسان اللي هو حاطط آمال. لا نبني آمال، نخلي سقف توقعاتنا طبيعي، لأنه حينهار أوهام، ما حتنهار حياتنا نحن، حتنهار الأوهام اللي احنا بنيناها، تمام. هلأ بنسمع كتير أنه أكتر شيء بينازع بالعلاقات مين؟ الأنثى. طبعا هو شيء خاطئ جدا تماما، هذا الشيء ما له وجه من الصحة. الأنثى تتعذب بأول فترة من العلاقة، بعد ما تركت وصار في انفصال تتعذب أول فترة، بتبكي وما عاد وبتنحف، وهو شيء منيح يعني. عجب طبعا بتنحف. عجب هلا إيفانا لازم تكون عم تسمعنا. بتتأثر، بس الأنثى عندها شيء إنه مصممة إنه بس أول فترة بتعاني. الأنثى بتتجاوز، ما بتخلي، يعني بيجي بعدها علاقة، ممكن الأنثى هي أكثر دهاء من الذكر، طرق تفريغها الشخصية مختلفة عن الرجل، ممكن هي ترجع تتعلق ببني آدم، هي تقول هي من هداك، تنسى اسمه. أما الذكر على الصعيد العاطفي أول فترة لا يتأثر، ولكن على المدى الطويل تتشكل عقد نفسية تؤثر على حياته الثانية، وممكن يضل هو يربط ويعمل. فكمعلومة دقيقة نفسية جدا، الذكر أكثر تأثرا بالعلاقات على المدى الطويل. أوكي. هلا في بنات أوه الحمد لله، يعني حيتعذب، حيتعذب أكيد، يعني حيتعذب، هو أكيد حيتعذب، بس على فترة طويلة، وهي بتقلب لعقد نفسية عند الذكور أكثر من الإناث. كان بدي أحكي لكم عن قصة ممكن نحن نشوفها أحيانا. مثلا بيكون عنا اثنين هندي مثلا متزوجين، تمام. لما بيكون إنه ما بيفهم على مرته أو ما بيفهم على خطيبته أو ما بيفهم على شريك حياته، لما تكون قاعدة معه بالسيارة، أسلوب الحكي تبع إنه أنت اليوم مع مين طالع؟ مع وليد. بس أنت ما بتحب وليد، أنت ليش عم تطلع مع وليد؟ في شي بينك وبين وليد؟ عارفك على حدا وليد؟ أوكي. لما الذكر بيسكت، هي حيتولد عنده شعور إنه أنا مالي حلوة، ما عاد بنليت عينه، أنا ما عم بعرف أحكي. الأنثى لما بيصير عندها شعور إنه هي في شي ناقص، بتصير آليتها الدفاعية هي الهجوم، تمام. الذكر بيسكت، بيفكر إنه بهاي الطريقة عم يعدل أو عم يزبط علاقته، وهو لا، أكيد عم بيأكد شو عم يأكد هو، تمام، إنه أنت ما عودتها إنه مثلا هي بتعرف هذا الإنسان. ونفس الشي فجأة إنه فلانة زميلتي بالشغل، آه زميلتك قلت لي،
من امتى عندك زملاء؟ اكيد هي كلها بترجع تمام هذا المعايير الصحيحه أيوة اللي هي ثقه بين الطرفين التفاهم. نحن بنفهم الشريك الاخر، بنفهم نحن شو هو بيشتغل، بنفهم اليه تفكيره، هل هو من المجتمع المحافظ او هو مجتمع منفتح، هل يتقبل هاي الامور، لحتى نحن بعدين في عالم كثير عم ينفصلوا لقصص. بنظرنا ممكن تكون قال لي مالك حلوه اليوم بدي اتطلق، اوكي روقي. بس انتم بالاصل انتم ممكن متعودين على السيستم، ممكن هذا الحكي ليش ما عرفتوه من بعض قبل ما انتم ترتبطوا او تعملوا او يصير انفصال. الانفصال لما بيصير الانفصال نحن بندفع ثمن، مثل ما قلت لكم كيف بنفوت ممكن بكآبه، ممكن يصيب اكتئاب ارتكاسي عند عالم كتير، بتلاقي ناس اكتئبت فتره طويله بعد انفصال او بعد صدمه. الصدمة يا جماعة الصدمة، انه لا ليه انا بستاهل، انت ما بتستاهلي يصير فيك هيك، او انت ما بتستاهل. القصة ما لها قصة انه انت عم تدفع ثمن اخطاء ماضية الله اجى عاقبك، ابدا ما هيك، بس انت ما بلشت في ثغرة انت مرقت فوقها وانت بتعرف انه غلط. وانت طنشت، لا تطنش، لا، اللي بيحبك بيعمل كل شيء مشانك، اللي بيحبك بيتحجج بأي شيء ليشوفك، اللي بيحبك عنده استعداد يكذب لحتى يكون معك بيتواصل معك. انت هاي الأمور لا تتنازل كتير ولا تمرق تقول لا بيتغير، ما في شيء اسمه بيتغير. افهم الشريك، خلي الشركة دائما يفهموا بعض مشان حياة، مشان ما ندفع ثمن. نعم. مو مشان حياة منيحة، لأنه ممكن يتطور المرض وتكتئب. انت بتعمل أول شيء عقد نفسية، مثل ما حكينا العقد النفسية حتأثر وين؟ على علاقاتك الثانية. أنا بدي أنصح نصيحة أنه لا توقفوا حياتكم عند حدا أبدا، بالعكس خدها كتجربة درس. تمام كتجربة، أنت إن شاء الله حترجع تلاقي شريك حياة جديد، صديق جديد، حيكون هو أنت حتكون أكثر نضجا. تمام، هي روايات أم تنضج دون أن تخسر قلبك معركة يخسرها الكثير ويربحها النصف وما بعرفش، لا أبدا، انت شكلت خبرات عندك فيك انت بعدين تتجاوز امور كتير، تصير انت عقلاني اكتر. نعم يعني لينا يمكن اليوم قدرنا هيك نعرف منك انه التفاهم هو سر الاساس للعلاقات. يمكن الحلقة الجاية نحكي كيف نتجاوز الصدمة أكثر. أكيد. شكرا كثير لك لينا. كلك ذوق. أكيد نتشكرك لينا، ونتمنى لكل الشباب والصبايا ولكل العلاقات يكونوا بعاد قد ما فيهم عن الصدمات. أكيد نتشكرك ونتمنى حياة حلوة لكل الناس اللي عم بتشوفنا. شكرا لك. أما هلأ فرح وصلنا لختام حلقتنا لليوم مع كل هالنصائح والخبريات يلي مرت معنا، بنتمنى نكون قدرنا نوصل شوي من الفائدة لكل مشاهدينا. بنتمنى لكم بقية نهار سعيد، وأكيد نهارك سعيد فرح. أكيد سلمى بدوري دي أتمنى لك نهار سعيد وأسبوع كامل من العمل والنظام والحياة الاجتماعية الحلوة، يكون كل شيء مثل ما بدكم مثل ما بتتمنوا. أكيد بدنا نتمنى دائما الرحمة لجميع شهداء الإخبارية السورية، لجميع شهداء السوريين من مدنيين وعسكريين. بدي أتمنى لكم بقية نهار ممتع. باي باي.